رح نتابع محطاتنا، مايا صارت موجودة معنا وولادي بالدنيا. نيوش صباح الخير. صباح النور غيدا. اليوم موضوع يعني مؤخرا كنا عم نسمع فيه عند الكبار، وقت اللي انعمل موفمنت مي تو من بعد ما انحكى كثير بهوليوود عن كل هالمواضيع المتعلقه بالتحرش الجنسي، وانفضحت كثير امور وقتها متعلقه بمنتجين مخرجين ممثلين مزبوط. وهذا الشيء فعلا شكل صدمه كثير كبيره بهوليوود. ومؤخرا كمان اللي لافتنا كثير انه بالامي اووردز كانوا كل الاشخاص سيدات ورجال لابسين اسود احتجاجا على هذا الموضوع. انما اليوم رح تحكي عن هالموضوع عند الصغار من الاطفال، وهذا الشيء بيشغل البال بعد اكثر. اكيد يعني قديش فعلا واحد ممكن يشوف انه هذا الشيء هو فعلا يسمى تحرش جنسي، وامتى لازم يتدخلوا، وكيف الاهل لازم يتدخلوا 100%. لانه بتعرفي قصه التحرش الجنسي بين الاطفال قصه كثير دقيقه وصعب انه تعرفي عنها، لانه في هون خط معين بين تحرشات جنسيه وبين الامور اللي هي بنسميها الالعاب الجنسيه بين الاطفال. يعني الالعاب الجنسيه اللي رح نحكي عنها اليوم بموضوعنا هي بتمرق بحياه كل طفل. صح، نلعب دكتور 100%. لعبه الدكتور هي بحسب الاحصاءات اكثر لعبه بتنلعب بين الاطفال، وبشكل خاص باعمار بتتراوح بين عمر الاربع خمس سنين وعمر السبع سنين تقريبا. اوكي، فاذا هون في عندك العاب جنسيه هي جزء من تطور الاولاد. هلا اكيد في العاب ثانيه هلا عم نسميها نحن علميا العاب جنسيه بالمعنى يلي هو علميا، يعني وانما منا العاب جنسيه بمعنى ممارسات جنسيه، وانما حتى أكيد. البنت مثلا والصبي بس يحبوا انه يشلحوا البوبي او الى اخره، حتى هيدا نوع من الالعاب الجنسيه نوعا ما. واذا شفتي مثلا بنتين عم يلعبوا مع بعضهم اوقات كثير بعمر معين، هو كمان تقريبا بين عمر الست سنين وثمان سنين او قبل شوي، اوقات بيكون الموضوع اللعب هو انه هيدا البوبي مع صديقه راحوا على البيستين او راحوا يكذروا او جاب لها ورده او راحوا تعشوا او الى اخره. واوقات بيصير في كمان ايحاءات جنسيه معينه باللعبه، هون بيكون عندك حالتين باعمار صغيره. يعني وقتا بيكون الطفل تعرض لاي صور جنسيه، بالفعل تعرض لاي مشاهد جنسيه مع اهله او تعرض لمشاهد جنسيه على سكرين يعني على الميديا هون، او بيكون طفل صار في اي تحرش جنسي فيه، بتشوفي انه الالعاب الجنسيه مع الدمى صارت اكثر علنيه. يعني صار عم يعطي هالبنت مثلا، خليني افترض، والشاب نفس الشيء، الصبي نفس الشيء، بس البنت لانه اكثر عندها اكثر بوبي مزبوط، عم تعطي مواضيع جنسيه للعبه اكثر بشكل كثير واضح. فاوقات اهل بيمرق معهم بيقولوا انه طيب ما بنتي عمرها بس خمس سنين، خليني افترض، كيف فكرت بهالشغله؟ يعني كيف فكرت انه تعطي للبوبي دور جنسي مع صديقه باللعبه؟ فمنفتش منشوف انه هالبنت ممكن تكون شايفه اي مشاهد جنسيه معينه، ان كان بموفي، ان كان بين اهلها، ان كان الى اخره، لحتى هي كثير عم تعمل فوكس على هيدا الموضوع. وانما بدي ميز بين شغلتين. بدي كمان اقول انه الالعاب الجنسيه جزء من تطور اولادنا لو هن مش شايفين مشاهد جنسيه. خليني اكون دقيقه كثير باللي انا عم بشرحه اليوم، يعني ممكن تكون شغله بس طبيعيه حتى من دون ما يشوفوا شيء. يعني خليني اكون كثير دقيقه باللي عم اقوله غيدا. يعني اذا عندي دميتين يلي هن بوبي صبي وبوبي بنت، وبنت معينة عم تعطي دور جنسي شبه كامل لاثنين، يعني عم بتصور هالدميتين بعلاقة جنسية معينة أو بلمسات جنسية معينة. هون منحط نقطة استفهام انه ليه هالقد الامور مفصلة عندها وعم تعطيهم ادوار اللي لازم ياخدوها. هون بتنحط نقطة الاستفهام. اوكي، هيدا اللي كنت عم بحكي عنه. اما انه البنت تشلها تيابها للبوبي وتقعد حد صديقة البوبي ويصير في انه تلبس شوي مايول بوبي ويروحوا يتعشوا ويجيبوا ورود لبعضهم والى اخره ويبوسوا بعضهم قبلة على الفم بوش ابوش، هيدا شيء منشوفه وما بنحط نقطة استفهام عليه. صحيح. لانه هو جزء من حياة اولادنا. وبدي كمان اوضح انه اللي عم بحكي عنه اليوم بيختلف عن العادة السرية. موضوع العادة السرية اللي بيعمله الولد كماستورباسيون لوحده مختلف عن العاب الولد، يعني ما بدنا نخلط كمان بين المواضيع. هالشغلتين 100%. هلا التحرشات الجنسيه يعني عالميا من سنه 1980 كثير حكيوا عن تحرشات جنسيه، وكثير جربوا انه يعملوا فرق بين طب اي متى بنسميه تحرش جنسي بين الاطفال واي متى بنسميهم العاب جنسيه بين الاطفال. هلا اذا بدنا ناخذ الكريتير اللي كثير اساسي اللي بدنا نركز عليه، كل فعل جنسي
بيكون في إجبار الشخص الآخر على فعل شيء معين، ايه؟ وبيكون في أوقات كتير حتى إحساس بالإنزعاج النفسي، إحساس بالألم الجسدي. هون صرنا عم نحكي عن تحرش جنسي. أوكي؟ يعني بمعنى أنه إذا كتير بدي يكون دقيقة بالموضوع، تاخدي صبي وبنت، أوكي؟ بيقول لها الصبي للبنت مثلا انه انت فرجيني جسمك وانا فرجيكي جسمي، عم نحكي طبعا عن الاعضاء التناسليه للبنت ولا للصبي. صحيح. هون اذا صارت الاشياء بشكل عابر وبتصير اوقات، احنا ما عم نقول انه صح انها تصير، وانما عم نجرب نوضح للمشاهدين انه ما نعمل بانيك شو ما يصير، لانه اوقات بتكون جزء من تطورهم الجنسي. وحطوا ايدهم على تمهم وضحكوا وما بعرف شو، صاروا يضحكوا انه هي مزحه، يي شفت اليوم اللي بصيروا مثلا عندهم تسميات، في مثلا باللغه الفرنسيه بعض البنات بسموها كاكاوات عند الصبي، شفت الكاكاوات تبع رفيقي وهو عم بسمي واشياء، بعدنا بسبيل الاكتشاف. بس وقتها بيصير هالموضوع اللي عم نحكي عنه، بنفس الوقت بيقول لها خليني ادقرك شوي مثلا، وهي كمان بيجبرها بعمر معين انه انت كمان بدك تلمسيني بهالشكل. هون ربطي على شيء اسمه اكيد تحرش جنسي. صحيح. هون شو عم نحكي؟ اي اعمار بالضبط؟ صار في هلا الخطوره اكثر شيء بتصير بين ولد صغير وولد اكبر. يعني بيكون عندك مثلا اولاد بيبقى عمرهم حوالي الاربع خمس سنين وما فوق، وعندك ولد ثاني بالمقابل بيكبروا بشيء اربع سنين او خمس سنين او اوقات اكثر. اوقات اكثر. فاذا هون بتشوفي انه بيصير في تحرش جنسي من شخص انضج. يعني هون كمان نحن اكيد بنحط كثير نقاط استفهام انه هل ممكن هالمراهق اللي عم يتحرش جنسيا بطفل يكون كمان عنده البروفيل بيدوفيلي كمان، يعني كمان بيكون في بروفيل مرضي نوعا ما، عرفت كيف؟ وانما حتى ممكن تصير بنفس الاعمار. فاذا اي طلب لفعل جنسي من طفل ان كانوا بنفس العمر او ان كانوا في تفاوت بالعمر بيناتهم، وقتها بصير في طلب لفعل جنسي وهالطلب له هدف. نعم. انه هالطفل الثاني او هالطرف الثاني عم ينبسط، عم يرتاح، في اجبار لهالطرف الثاني، فاذا يقوم باشياء معينه هون ساعتها الخطر، هون اكيد بصير في خطر. فنحن اكيد مهمتنا انه نوعي اولادنا على الموضوع. والتحرشات الجنسيه للاسف غيدا مش دائما بيكون لها مؤشرات جسديه، بيكون لها مؤشرات جسديه وقتها بيكون في عنف لازم هالتحرشات، وانما مش دائما بيكونوا الاعراض جسديه. هلا لحتى نحن نكون واضحين مع اولادنا، بدنا نفهم اولادنا انه في نوع من الاسرار يلي لازم نحن نحتفظ فيها ونتركها. نعم. بس في اسرار هي ما اسمها اسرار لازم تنقال، اوكي؟ يعني some secrets should not be hidden. مش لازم انه نحن تتخبى كل الاسرار، مش لازم تتخبى كل الاسرار، لانه الولد هون اذا كان مثلا باعمار بتتراوح بين عمر الست سنين والتسع سنين، هيدا العمر الدقيق يلي الولد ببلش فعلا يصير عنده القيم والمبادئ العائليه اللي اهله بربوه عليها. نحن بنكون بالعائله دائما عم نفهم اولادنا ونفسر لهم انه هيدا سر وما لازم نقول السر، وبس واحد يحملك سر ما تقوله، وانا حملتك سر. بصير الولد عنده اختلاط انه اذا اجى رفيقه تحشر فيه او اجى حدا تحشر فيه وقال له هيدا سرنا، بصير عنده اوقات هالصراع انه خبر ولا سر ولا مش سر، سر ولا مش سر. هلا المواضيع بتكون اسهل لما بيكون من البدايه في كتير صراحه بين الام والبي واولادهم، وبيعرفوا انه بقدر خبر اهلي كل شيء، واهلي ما رح يضربوني وما رح يعيطوا علي بس انا خبرهم. وانما في اولاد عندهم هالنقطه الاستفهام على السر. من اول الطريق مهم نوضح مفهوم السر. يعني مثلا بنقول لاولادنا من عمر تقريبا 3 4 سنين انه كل شيء بيتعلق بسربرايز عم نعملها لشخص تاني، بمفاجاه. يعني مثلا بدي اعمل عيد ميلاد لحدا بدون ما يعرف، بدي اجيب جيفت على عيد الام بدون ما يعرف، الى اخره. سربرايز حلوه واحد بينبسط فيها هالسربريز، هيدي اسمها سر، ما بنقولها. صحيح. هي بنتركها سر نوعا ما، عرفت كيف؟ بس نقدر نوضح لاولادنا انه كل مره حدا بيقول لك انه انت تعمل معه شيء، اي اكتيفيتي معينه يلي هي انه تعال نرسم سوا بس ما تخبر ماما، تعا نروح نشتري شوكولا بس ما تخبر امك، شو بدك تخبر امك هيدا سرنا، تعا ما نخبر انه نحن اليوم رحنا عملنا مثلا هالشغله بالتواليت، منبلش نعمل نحن وياه نطلع بالخبريات بشكل اساندان الى انه نوصل انه. فاذا بدون ما نكون كثير مباشرين مع الولد، بس هالولد يفهم انه
وقت حدا بيقول لك تعال نعمل هالشغله بس ما تخبر ماما، او خليني اعمل هالشغله معك بس ما تخبر ماما، هيدا منه سر. صحيح، هيدا لازم تجي تقلي، لانه هاللي عم يطلب منك هالموضوع هيدا، انت كيف بدك تعرف انه صح تعمل له اللي بده اياه او مش صح؟ انا بقدر ساعدك تتعرف اذا صح بقول لك واذا غلط بقول لك. اكثر من هيك بالتحرش الجنسي بين الاطفال كمان، انه الولد كثير مهم يفهم انه هو عنده كنز بجسمه. صحيح، كل واحد عنده تريجر بجسمه، فاذا هالتريجر هو كنايه عن الاعضاء التناسليه عند الصبي وعند البنت. وهون كثير بنفسر للاولاد انه نحن بس نروح على البحر بنخبي هالمناطق بالميو، ما بنخلي حدا يشوف هالمناطق. نحن وقتها بناخذ دوش على البيسين او بالبيت او حتى على البيسين بتشوف انه بنفتح البواب او بنسكر او الى اخره. وفي امور معينه امثله بتمرق اوقات معنا بحياتنا اليوميه وبنشاطاتنا مع الولد كمان بتخلينا نقرب المساج اكثر للولد، عرفتي كيف؟ هلا في قصص هون انه الولد حتى بالالعاب الجنسيه مثل العاب الدكتور والى اخره، حتى بهول الالعاب انه بدي احط له، انا للولد بحاجه احط له نورم يمشي عليهم، رولز يمشي عليهم. يعني مثلا بتلعب دكتور وانا بحب العب معك دكتور، تعال نلعب سوا دكتور، يلا فحصني بالسماعه، بتعرفي بتشوف مثلا قوه الركبه مثلا، انه اوكي استعمل هول الوسائل، يلا رح مد اجري شوف انا قويه، اجري قويه او مش قويه، بتعرفي كل هول الانسترومنت تبع الدكتور، التولز تبع الدكتور. قديش ممكن كمان الاهل يمكن لما بدهم يشتروا هيك ادوات، لانه هدول بيكونوا موجودين بمحلات الالعاب، يعني ادوات الدكتور. مزبوط. كمان قديش الاهل مثلا باي اعمار معينه مثلا المفروض ينتبهوا على هذا الموضوع، او اذا هن يشتروهم او حتى اذا الولد طلبهم، يعني امتى بيصير واحد الولد يعني الاهل بخافوا مش او بحسوا انه هن بدهم يجربوا يوعوا اكثر او ينتبهوا اكثر؟ انا بفضل هيدي الالعاب ما تنشرها قبل عمر الاربع سنين تقريبا، يعني افضل انه اذا كانوا موجودين هول الالعاب قبل عمر الاربع سنين نكون عن جد نحن كثير عم نلعب نحن مع اولادنا فيهم، تنعرف اولادنا باي طريقه عم يلعبوا نوعا ما. بس بكل الاحوال انه نحن الاشياء اللي بنشتغل يعني بنحط عليها نقاط استفهام بلعبه الدكتور هي خاصه ميزان الحراره اللي موجود بيكون بلعبه الدكتور. صحيح. وهلا اصلا بايامنا صارت بهول الالعاب ما بتشوفي ابدا انه تولز فعلا بيشبهوا الترمومتر الاعتيادي اللي بنستعمله، كون كمان هلا صاروا بمعظم المستشفيات ومعظم الاهل بيستعملوا ميزان الحراره تبع الدينه. صح. او تبع الجبين. فبتشوفي انه هالامور ما بقى عم بتخوف بلعبه الدكتور. صحيح. بس ايفن انه اذا الولد كان عنده اي فكره نحن بنقدر نكتشفها بس نحن نلعب مع الولد، وهون بس بنكتشفها بنقول له لا نحن بلعبه الدكتور، حط لي الميزان الحراره عجبيني وخذ لي حرارتي مثلا. المهم نلعب نحن مع اولادنا تنعرف اولادنا كيف عم يلعبوا، لانه الولد وقت بتلعبي معه بيطلب منك اشياء، اذا انت البيشنت مثلا. أيه. انت المريض بيطلب منك تتمددي تعملي اشياء، فاذا هون بتكتشفي انه الولد كيف هو عم يلعب بهيدي اللعبه. اكيد عرفتي كيف. هلا في شغله كثير اساسيه كمان، انه اولادنا ما بدي وقتها يعملوا شيء غلط نحسسهم بالذنب كمان، لانه نحن وقت الولد بيجي مثلا حامل خبريه من المدرسه، اوكي، يلي هي انه رفيقي قال لي اعمل هيك وعملت هيك، خبرية اوقات بتكون كتير بسيطة. صحيح. انه فت على التواليت ورفيقي فات كمان على التواليت وصرنا نضحك لانه انا شفته عم بيعلي البنطلون الى اخره، وبيكون في خبرية يمكن شوي مزعجة بس منا دليلة على شيء، تكون بريئة قطعت. هون كمان نحن بنلعب دور سلبي اوقات، يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، انا كم مرة فهمتك، اوقات مع ضربة ومع صفقة كمان. هيدا بيكون مساج للولد انه الولد عم بخاف يخبرني بالمرات اللي جاية، بصير الولد انه انا شو ما صار معي ما رح اخبر ماما، لك ماما شو عملت اخر مرة كيف بدي اخبرها؟ فإذا انا بالعكس بدي اضحك له، بدي بطريقة معينة افسر له اذا غلط ليه غلط، بدك توعدني مرة الجاية انه هيدا الشيء ما تعمله لانه بعطي انا الاسباب لانه ليه، بس بخدها بيروح انه انا ما اضرب الولد، ما صرخ على الولد، تضل شجع الولد انه هو يحكي يخبرني. وبدنا ننتبه كثير للاختلاط بين الاولاد اللي في تفاوت بالسن بيناتهم. يعني ما نرتاح للصداقات يلي مثلا كثير بدها سوبرفيزيون مراقبه، وقتها بيكونوا اولاد الجيران مثلا بتشوفه انه بيبقى ولد عمره 6 سنين 5 سنين، بيبقى عنده ابن جيران مثلا او بنت جيران بتكبروا ب4 5 سنين، يعني صارت هي بستاد افانسي بالاشياء اللي عم تتعلمها حتى. صحيح. بالمدرسه انضج بكثير، انضج بكثير. فهون بدنا نراقب كثير، هي الصداقات منها جدا محبذه، وهيدي اشياء كثير عم نشوفها بالعائلات حتى لو بين بنات او بين صبيان. ايه بدنا ننتبه. بدنا نراقب. لانه خذي صداقه مثلا بين بنت عمرها 6 سنين وبين بنت عمرها 11 سنه،
يلي عمرها 11 سنه صارت عم تاخذ بالمدرسه كل شيء له علاقه بالفيكونداسيون، كيف بتصير عمليه السبرماتوزويد وكيف الحمل وكيف الاوفيل وكيف الى اخره، فصارت هي عندها فكره. فاول شيء ممكن انه تجرب تفسر لها الولد الصغير معلومات وبعد مش جاهز يستوعبها. صح. وفي اولاد بهيدا العمر بجربوا ولو على صعيد اللعب ينفذوا بعض الامور مع الاولاد، لانه بيعتبروا انه هيدي تكمله الاشياء اللي تعلموها بالمدرسه هن. يعني هي اوقات بتصير عن براءه، مش 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 انه والله بتصير عن سوء نيه. صحيح عن الولاد. صحيح. فالصداقات في تفاوت بين الاعمار، صداقات كثير بدنا ننتبه لها، يعني صداقات عليها كثير نقاط استفهام، واذا صارت بدنا نضل اكيد عم نراقب اولادنا، هي كمان بتكون شغله كثير اساسيه. نحن رح نتابع معك مايا بعد لحظات، واكيد رح نطرح كل الاسئله اللي وصلت من قبل، بالاضافه لاتصالات مباشره على الهواء. خليكم معنا.